أرحم لشهداء العراق، أرحم لشهداء سنجار. بداية حديثي هذا وقبل أن أبدأ به نشكر دعوة الشبيبة لنا، كما أعتذر نيابة عن الأستاذ عمر صالح لكونه مشغول ونحن مكلفين بلقاء الكلمة. نحن باسم حزب الحرية والديمقراطية وباسم كافة العشائر المتواجدة في منطقة سنجار اللي تابع السنوني والقرى الحدودية اللي متكونة من 19 قرية، ندعم هذه المبادرة ونحن جاهزين ومادين يد العون ودعمهم معنويا وماديا وبكل ما نستطيع أن ندعم به شبابنا لكي ننهض وينهض أهالي سنجار. كما نشكر كل الأخوة والأخوات وكل شيوخ ووجهاء المنطقة الذي سعوا بهذه المبادرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء ولذلك الشباب بحاجة إلى من يدعوهم يشجعهم ومساعدتهم في اكتشاف مواهبهم الدائمة، يحاولون السيطرة على عقول الشباب من خلال مصطلحات الديمقراطية والإنترنت والبوبجي اللي منهم من تفكير وجعلهم أراضي أرض هشة يزرعون فيها كيفما أرادوا، كون الشباب هم يخافون من هذا منهم. وهم من يقومون ببنائها ويسعون لازدهارها، فلا حياة من دون الشباب الشبيبة، أن الشبيبة هم أمل الحياة. الشباب دور كبير في التنمية وبناء المجتمع، ولا يقتصر دورهم على مجال محدد، بل لهم دور في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية. الحماس الفكري لدى الشباب وطاقة جبارة التي يملكونها تساعدهم بشكل كبير نحو التقدم والحيوية في التفاعل مع مختلف المعطيات السياسية والاجتماعية المتغيرة. لذلك يجب على الشبيبة في المناطق الحدودية أن يلعبوا دورهم في جميع المجالات ولا يطوقون أنفسهم في مجال محدد، لأن هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع الحر المفعم بالحيوية والنشاط. أيضا لهم دور مهم في مجال السلام والأمن والاستقرار. يجب على الشبيبة أن يلعبوا دورهم في تغيير الواقع المرير الذي يعيش فيه أهالي المنطقة وإعادتها إلى حقيقتها. أيضا يجب عليهم القضاء استفتاحية حركة الشبيبة لهذا القاطع كلياتك قاطع حدودي. بالبداية نبارك لهم كلياتهم، ومشان هيك يعني حركة الشبيبة بهذا القاطع لها دور مهم بأنه التخلص من كل من يسوي فتن بين المجتمع. هذا واحد. اثنين، اللي يخون قيم مجتمعنا واللي يخرب عقل المجتمع واللي يريد يخرب بين الإيزيدية والعرب. هذا الدور كله يجي على كتاف الشبيبة بأنه يكونون جاهزين بأي وقت بأي ضرب بأنه يوقفون ضد كل الهجومات يلي تصير هذا على إيزيدي لو على سنجار أو على العراق كلياتها. لازم يكونون جاهزين لهذا الشيء لأنه هم الأساس بحماية الشعب. يعني هجومات يلي تجي على عوائل مساعدة مجتمعنا بالأخص كقاطع حدودي، الحكومة ما تهتم بهذا الشيء. هذا الشيء تصير مهمة منهم، مهمة الشبيبة، بأنه هم يبادرون ويناضلون ويحاربون مشان هذا الشيء، مشان حقوقهم ومشان كل شيء. مشان هيش نبارك لحركة الشبيبة ونتأمل بأنه يتقوون نفسهم أكثر، هذا من طرف النساء أو من طرف نسيروا. ونحن على خطاكم إن شاء الله، وعيوننا دائما على الشباب، إنهم شباب المستقبل. دائما إن شاء الله نأخذ منهم نبذة تاريخية لأنهم هم جيل المستقبل. ونحن نقول كمجالس وعشائر وشيوخ ووجهاء في هذه المنطقة سوف ندعم مسيرتكم النضالية إلى أن تنتهي إن شاء الله بالنجاح والنصر، ويبقى لنا صوتا عليهم أن تكون عيونهم ساهرة قوات أمنية في هذه المنطقة لرد أي تعدي على منطقة السنجار أو عدوان على السنجار. والسلام عليكم. ثلاثة، تتخلص البيئة الشابة من الذهنية السلطوية وبناء الحياة الديمقراطية. أربعة، وضع طاقة الشبيبة بخدمة الشعب والوطن والتراب. مقاييس المبادرة وهي: ترى القائد الأممي عبد الله أوجلان قائدا معنويا لنفسها ولأجل حرية تقوم بالكفاح الدائم. اثنين،
تأخذ من الإدارة الديمقراطية في سنجار كهوية تنظيمية وسياسية لنفسها وتقوم بالنضال لأجل تشريع الإدارة الذاتية في الساحة العراقية والعالم. ثلاثة وحدات يعني بتعبديش يعني بيجن بشتيك فرماني دنابا قلي عرب ده دنابا قلي إزديدة بفي الشكل يعني بيجن تنسيقك بفي الشكل بتعبدي دنابا جوان عرب ده جوان إزديدة تشتكي يعني بيجن بر كفخشيكي بر مزنة يعني بيجن بتعبدي جبر سبكي هاري مزنة جدشمن را جبنا وي جبر يعني بيجن دشمن وسا كريا امبيجن دشمن ياتيكي امبيجن بير امبيجن او دنابا قالي ازدي وقالي عرب دا دايا اباكرن طيبتيش امبيجن دو فرمانا سسي حشت دو حزار وچاردان دا دشمن جي امبيجن بزالبون دو خوازي امبيجن طيبتيش دنابا